لكنني انا اديت مسؤوليتي وضميري امام الله وامام رسول الله وامام امير المؤمنين، واريد شنو؟ ان احفظ مستقبل الحوزه في ايجاد المستعيد، فان قلت فيه خله وذله وحتى لعله يصل الى شيء قد لا تعمد عقباه والعياذ بالله، اقول بانه انا لم اتي الى المرجعيه للسير على الطريقه السابقه، على الطريقه المتعارفه او التقليديه، وانما انا كررت كثيرا بانه انا جئت الى المرجعيه للتغيير بمقدار ما امكن، بانه اجد غلطان على كل حال او صواب، اجد ان في كثير من الامور القديمه اخطاء ينبغي تغيير، وحتى مظالم ينبغي رفع. فانا اذا مشيت على نفس المسلك اذا فقد وقعت في نفس الاخطاء والمظالم، فمن هذه الناحية ينبغي أن أغير، لعل رحمة الله تنالني ورحمة الله تنال الحوزة بالطريقة الجديدة التي أنا مقتنع بها في حدود إمكاني. وإن كان يقول الشاعر تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ولكنه بمقدار ما هو ممكن يؤدي. فإذا كان المطلب كذلك فحينئذ أنا جاي فداء للحوزة، جاي خادم للحوزة، جاي مصلح وإن كان أنا أقل من ذلك للحوزة. فإذا توقف الصلاح على أي شيء، وإن كان ملقيت حقير أو وضيع أو خلاف المتعارف وفيه صلاح حقيقي، فأهلا به وسهلا، ما خالد أنا كفيله، ما خالد.